ميدان التحرير من على منصة شعب مصر، جاء مجموعة من شرفاء القضاء المستشارين الشرفاء من رصيف العدالة إلى ميدان التحرير. سيادة المستشار نتعرف بحضرتك. مستشار أحمد الجرحي رئيس محكمة سابق. مطلبك إيه النهاردة؟ إحنا جايين نتوحد مع شباب الثوار، وجايين انا بقول وليا دايما مقوله بقولها ان قضاء عصب اي دوله في العالم، اذا صلح القضاء صلحت الدوله، واذا فسد قضاء فسدت الدوله. احنا لينا مطلب، وان شاء الله المطلب ده هيبقى من اهم المطالب يوم 25، وهو تطهير القضاء. ما زال توجد رموز فاسده من بعض قضاة جالسين على منصه القضاء، وهم الذين قاموا بافساد الحياه القضائيه في مصر. شكرا. سياده المستشار نتعرف بحضرتك. اهلا وسهلا. المستشار محمد المرشدي رئيس محكمه سابق وامين عام ائتلاف القضاء الحر. مطلبك ايه النهارده؟ مطلب النهارده ان كل الشعب لازم يتوحد، وكل القوى الثوريه لازم تتوحد في مواجهه العصابه اللي ما زالت تحكم الوطن، العصابه اللي مصممه على الفساد، لان لو كان عندهم نيه خير كانوا اصلحوا الجهاز القضائي عشان يحاسبوا المفسدين في عهد مبارك. انما اللي لاحظناه خلال العشر شهور اللي فاتت ان هم تعمدوا وجود فساد في القضاء علشان يحصلوا على الاحكام اللي هم عايزينها، وعلشان يوصفوا الثوار بالبلطجيه، ويوصفوا رجال الشرطه ان هم كانوا بيدافعوا عن انفسهم.